وقد حرصت الحكومه على ادراج جمله من اصلاحات الهيكليه التي تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمه المحليه شملت على الخصوص اعاده النظر في قانوني البلديه والولايه حيث كما اعلنت عنه سابقا ستنصب ورشات الاصلاح الخاصه بذلك في بدايه اكتوبر ان شاء الله ويرجع هذا من هذا الى ايماننا الراسخ بضروره تحقيق التناسق والانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التقاطع مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى المحلي